عندي واحد بنيت على فاطمه ديال 16 عام وعندها سرطان ويعني كون دير لها الريجيم في الدار يعني ما كتاكلش حتى المصادر الحيوانيه كلها بصفه عامه محيده لها متبعه الدكتور متبعه البرامج ديالها. بلاتي اول حاجه ام ساره البنيته شنو عندها سرطان الدم ولا اش من سرطان عندها؟ نوع يعني عندها 16 عام سرطان الثدي. سرطان الثدي؟ اه نعم واخا ومحيده لها كلشي ولكن بالنسبه كنمشيو عند الناس مثلا كيديروا لنا داك اللحم بالمرقه مع الخضره واش يمكن ليها مثلا تاكل خضره بحال ديك المرقه يعني وما تصبح كانك لا تلحم ولا شنو يعني واخا شحال تقريبا باش تصابت ساره بالسرطان شحال هذه المده السنه هذه يلا كتجلس كتعيل اش كديالها كدير واخا واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك ام ساره شكرا لك ان شاء الله كنتمنوا الشفاء العاجل والقريب لساره ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله وكنعرفوا على انه يعني وسلح لي لما كنتكلموا على سرطان كيف ما كان سرطان الدم او لا الثدي او لا البروستات او لا فقاسم مشترك ما بين هذا المرض اللعين هو ديك المعاناه اللي كتكون ديال المريض. فهنا بالنسبه لساره 16 سنه اتصابت بسرطان الثدي الام ديالها كتسول مثلا على ديك المرقه الا كان طيب فهي قالت حبسات عليها المصادر حيوانية كاملة. فبالنسبة للمرقة مثلا إلا كان طيب فيها اللحم واش ممكن مسموح لها على أنها تأكل ديك الخضرة مع ديك المريقة ولكن اللحم ما تأكلوش؟ نعم هو أولا السؤال المطروح واش هاد الشيء منطقي؟ نعم واش هاد الشيء عادي؟ واش هاد الشيء يعقل في هاد العصر هذا أن نلقاو طفلة 16 عام عندها سرطان الثدي؟ هنا بالنسبة لي أنا خاصة تكون دراسة خاصة تكون خصنا نعرفوا شنو السبب ديال هذا الشيء هذا لان هذا الشيء غير عادي غير عادي تماما ينافي الطبيعه الانسانيه وينافي الطبيعه الفيزيولوجيه. هاد الحالات هذوما في قديم الزمان كانوا حالات منعدمه يمكن كنا كنعانيوا مع الملاريا وكنعانيوا مع اشياء ولكن مقارنه مع الاشياء اللي كنعانيوا معها دابا هي هو الانسان نفسه عينين ولسانا وشفتين الوغ شنو اللي تغير. انا كنقول بالنسبه كنا هضرنا ميران وتكرمنا درنا حلقه خاصه هضرنا على ليبي جينيتيك وكيفاش الدور ديال داك الوسط اللي كتعيش فيه والتغذيه ديالك بحال هذاك الانسان مي كيكون عنده شي حاجه اللي هي باينه وكيهرب منها او لا كيتناساها وهادشي اللي كيوقع للمغاربه هادشي اللي كيوقع لهم المغاربه ماشي ما عارفينش المعلومه المغاربه عندهم المعلومه ولكن يتناسون ماشي كينساو يتناسون كنقولوا بالدارجه ديالنا كنقولوا عين شافت عين ما شافت. هاد الطريقه هذه عافاكم مع التغذيه ما خاصهاش تكون لان التغذيه راه شحال من واحد كيعتقد فاصله التغذيه راه واحد زائد واحد كيساوي جوج راه ما كاينش فلسفه كاين علم. لما نتحدث عن اطفال في هذا السن هذا كيتصابوا بالسرطان قلت انا السرطان شنو هو؟ اولا من رحمه الله ان السرطان ما كيبانش بين عشيه وضحاها في يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا شهر. السرطان كيبان في معاناه اللي هي مده طويله عاد كتبان هذا ومن رحمه الله. السرطان ما هو الا تسمم كيماوي باش بهذا المواد اللي كنعانيو دابا لان الماده اللي كياخذها واحد الشخص عنده 70 كيلوغرام 80 كيلوغرام اكيد التاثير ديالها ما غادي يكون اكثر الا خداها واحد الطفل اللي عنده 10 كيلوغرام 11 كيلو و20 حتى 20 كيلوغرام. وبالتالي هذه النقطه خاص الناس يفهموها الوغ عفاكم راه الاطفال ديالنا نحن نضرهم من حيث اردنا ان ننفعهم. الوغ بالنسبه للاخت كان عند انسان سرطان ولا ما عندوش انا كنقول تعديل النظام الغذائي. النظام الغذائي بالنسبه للطفله هذه خاصو يكون نظام غذائي طبيعي فيه خبز كامل فيه زيت الزيتون فيه التمر فيه الشريحه فيه فواكه فيه ماء واخا ماء يكون ماء في علاقته مع التراب لان قلنا الماء ملي كيكون مع التراب كيولي ماء حي ولو ان شاء الله الا بغاو الناس نعاودوا حلقه على هذا الماء ونعطيو علاش التفاصيل بالضبط لان هذا الشيء ماشي 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 اشياء من 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 عبث هي اشياء والناس كيلاحظوها كيلاحظوا ان الماء يتغير المذاق ديالو ملي كنحطوه في التراب. خاصه تاخذ اغذيه قويه تمر زبيب شريحه الاغذيه اللي كاينه دابا تاخذ الفواكه الموسميه دابا كاينه دابا راه دخل انواع ديال الليمون اللي كنسميو حنا الليمون بالانواع ديالو كاين الرمان كاين البطاطا حلوه كاين قرعه حمراء هكا خاصو يدور كما كيدور الحيوان الوغ وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كما كدور الطبيعه خاصنا ندوروا معها لان القرعه الحمراء دابا ماشي هي القرعه الحمراء في شهر ثلاثه علاش؟ لان عندنا واحد العمليه كتسمى البيو ديسبونيبيليتي شنو هي؟ هو ان الجسم ديالك شحال غيستافد من الكالسيوم شحال غيستافد من المغنيسيوم شحال غيستافد من الفيتامينات كل ما كان الغذاء في الفصل ديالو كل ما انت محتاجه في ذاك الفصل ديالو كل ما كيكون الامتصاص بشكل جيد وامتصاص اللي هو عالي وراقي. وبالتالي عفاكم سيروا الخلق الله
وبعدوا من الصنع البشري. انا كنقول الانسان الا عنده منتوج كان منتوج جيد ممكن يحطوه في السوق ما كاينش مشكل بلا ما يدير له الاشهار، غير هو يكفي ان الشخص غياخذو هو داك المنتوج غيدير الاشهار لراسو. الا كان منتوج جيد صحي مزيان نحطوه ما كاينش مشكل، اما باش نبقاو نبيعو ونشريو في الصحه ديال الانسان ونديروا هاد الاشياء هادية على الاطفال نخليهم في منأى على هاد الشيء هادية. الاطفال انا كنقول بالدرجه الاولى يتحمل المسؤوليه الاب والام والمجتمع، يعني المجتمع هو اللي كيحط داك المنتوج الاستهلاكي اللي كيحطه في السوق، كان جيد غيكون الاطفال جيدين، ما كانش جيد غيكون هاد الاطفال اللي عندنا هاد المشاكل. بالنسبه للجواب مباشر، ممكن الطفله ممكن تعطيها هاد الغذاء هذا ماشي مشكل، كل ما ممنوع مرغوب، غير هو الانسان ما يكونش هادشي بشكل يومي، مره مره ما فيها بس. اما الاغذيه اللي هي بشكل يومي، زيت الزيتون، الخبز الكامل، الخبز بالنخاله ديالو، الفواكه والخضر الموسميه، اقول واكرر الموسميه، الماء يكون في التراب، يكون عنده علاقة بالتراب باش ناخذ الماء اللي هو حينا.